اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج حوار اليوم. مع اقتراب العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا من دخولها شهرها التاسع، يبدو ان الحرب الكلاميه مستمره. فمع اعلان نيتو بدء تدريباته النوويه السنويه بمشاركه 14 دوله، اكدت موسكو انها ستطلق هي الاخرى قريبا تدريبات جروم واسعه النطاق لقوتها النوويه الاستراتيجيه. كما اعلنت وزاره الدفاع البيلاروسيه ان الرئيس بوتين يستعد لارسال 9000 جندي لبيلاروسيا في اطار الاتفاق بين موسكو ومينسك على نشر قوات عسكريه مشتركه على حدود بيلاروسيا الغربيه. تأتي هذه الخطوات بالتزامن مع تحذيرات الأمين العام لحلف الناتو روسيا من عواقب وخيمة في حال شنت موسكو هجوما نوويا على أوكرانيا. وفي المقابل حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدوره من أن الصدام المباشر بين جيوش حلف الناتو والجيش الروسي سيؤدي إلى كارثة عالمية. حول التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب وتطورات العملية العسكرية على أوكرانيا بتدور حلقتنا النهاردة مع ضيفتي في الاستوديو الأستاذة نوال نبيل الباحثة المتخصصة في الشؤون الأوروبية. برحب بك يا أستاذة نوال. أهلا بحضرتك. هستأذنك نتابع تقرير أولا في معلومات ونبدأ من بعضه الحوار. وسط مخاوف من لجوء روسيا إلى استخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا وعلى بعد 1000 كيلومتر من موسكو، انطلقت تدريبات الردع النووي لحلف الناتو بمشاركة 14 دولة وعشرات الطائرات من مختلف الأنواع، وتستمر حتى 30 أكتوبر. التدريبات التي تحمل اسم ستيت فاست مان أو الظهيرة الثابتة تستضيفها دولة مختلفة كل عام من دول الحلفاء، وتستهدف ضمان الحفاظ على الردع النووي للحلف آمنا وفعالا. ورغم تأكيدات حلف الناتو أن تلك المناورات سنوية وتهدف لضمان الحفاظ على قدرات الناتو النووية آمنة وفعالة، وأنه لا علاقة لها بالأزمة الحالية حول أوكرانيا، إلا أن كثيرا من المراقبين رأوها تعد رسالة صريحة موجهة إلى روسيا. وتجري المناورات فوق شمال غرب أوروبا في المجال الجوي لبلجيكا وبريطانيا، وكذلك فوق بحر الشمال، ولن يتم استخدام الأسلحة القتالية في التدريبات حسب بيان حلف الناتو. على الجانب الآخر وفي تحد روسي جديد، تستعد موسكو خلال أيام البدء في تجارب إطلاق صواريخ خلال تدريبات جروم السنوية لقواتها النووية الاستراتيجية. كانت روسيا قد صعدت مؤخرا من وتيرة حربها المستمرة منذ نحو 8 أشهر عبر إطلاق حملة لضم الأراضي وأخرى للتعبئة العسكرية، بالإضافة إلى إصدار تحذيرات باستخدام الأسلحة النووية، كما أعلنت انضمام 4 مناطق أوكرانية للاتحاد الروسي في أعقاب تنظيم استفتاءات عاجلة وصفتها كييف والغرب بأنها غير قانونية ولن يتم الاعتراف بها. اهلا بكم من جديد. برحب من جديد بضيفتي في الاستوديو استاذه نوال نبيل الباحثه في الشؤون الاوروبيه. يعني استاذه نوال، ستيت فاست مون هي تدريبات بتقام كل عام في احدى الدول اعضاء الناتو، يعني بتجري بشكل روتيني. ايه المنحنى اللي هي واخداه هذا العام؟ في الحقيقة في البداية احنا محتاجين نوضح اكتر هي طبيعة ذلك التدريب، لان هو زي ما قلنا هو اجراء روتيني سنوي ملوش اي علاقة بما يحصل الان في اوكرانيا والحرب الروسية، ولكن هو تدريب نووي بتشترك فيه 14 دولة من الدول الاعضاء في حلف الناتو، وبيستمر لمدة اسبوع، وهو هياخد في الحقيقة ثلاث أماكن ما بين بلجيكا المملكة المتحدة وبحر الشمال. لكن ذلك ما نقدرش ان احنا نستبعد ان في رسائل بيتضمنها بشكل كبير للجانب الروسي، واللي احنا نقدر نسميه هو استعراض اكتر او تلويح باستخدام القوة في حال استمرار الردود او التصريحات الاستفزازية واستحراب التصريحات من الجانب الروسي والغرب على سواء.
يعني احد المسؤولين وكان تابعنا في التقرير قال ان لا علاقه له بما يجري على ارض الواقع، بس احنا شايفين ان في تدريبات عسكريه نوويه في 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 اكتر من مكان، يعني الامر لا يقتصر على تدريبات الناتو فقط، لكن ايضا احنا شايفين التحركات من كوريا الشماليه، شايفين التحرك ما بين بيلاروسيا وروسيا. شكل الخريطة النووية اللي بتتحرك في الوقت الحالي شكلها ايه استاذة نوال؟ مجددا هي في حالة من انواع التلويح باستخدام القوة للجانب الروسي، ان الغرب على اتم استعداد للمواجهة واستخدام الاسلحة النووية اذا ما خرقت روسيا كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. فكل ذلك في اطار استعراض القوة الى حد كبير ما بين الاطراف المعنية. طيب ده برضو ياخدني لجزئية تانية، شكل التسلح النووي اللي احنا شايفينه في الناتو دلوقتي. احنا في تحرك مبدئي ده اللي ذكر في الصحافة، حوالي 60 طائرة يعني بتشارك الى جانب من قاذفات من بعيدة المدى بتشارك بيها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني شكل هذا التسليح هل هو ما يتم سنويا أم هناك شكل مختلف؟ نعم هو ما يتم سنويا، لأن حقيقة الأمر هو خالي من الأسلحة الحية أو أي قنابل حية، على عكس من التدريب الروسي اللي من المفترض ان هو خلال هذا الشهر ان هو هيبدأ، وهو تدريبات جرو. هم طبيعة تدريبات جروم تدريبات جروم في الحقيقة هو برضو تدريبات روتينية بيقوم بيها الجانب الروسي، ولكن يمكن هو شائك السنة دي في وسط الحرب الروسية الأوكرانية لأنه لم يتم اختيار الولايات المتحدة بموعد التدريبات، وهو اختراق واضح لمعاهدة ستارت الجديدة اللي تم تمديدها والتوقيع عليها في 2021، ومن المفترض ان هي تستمر 5 سنوات. وهي في الحقيقة بتقضي بضرورة اختار روسيا واشنطن بأي نوع من انواع التدريبات قبل بدءها. وفي الحقيقة هي روسيا تواصل حرب الاستفزازات والتصريحات المستمرة، ولكن على الرغم من ذلك ليس هناك وقت محدد لبداية تلك التدريبات. إعلان التدريبات مع بيلاروسيا، ما هي قوة بيلاروسيا كموقع كتسلح؟ ليه روسيا لجأت للاتحاد مع بيلاروسيا في هذا التوقيت؟ في الحقيقة هو من خلال التحرك التكتيكي اللي روسيا بتحاول ان هي تقوم بيه حاليا، خاصة مع الضربات او التقدم الاوكراني اللي بيحصل حاليا بسبب الدعم الغربي، فهي بتحاول انها تأمن نفسها وتزود من وجودها في المناطق الحيوية والاستراتيجية اللي بتأمن مصالحها في المنطقة، تحسبا لأي اجراء قد يتخذه الغرب من تطورات او تصعيد. هل هناك قوة معينة لبيلاروسيا في هذا الصدد؟ يعني ايه الثقة اللي بتمثله بيلاروسيا؟ يمكن الموقع الجغرافي لبيلاروسيا هو ما يحتل الصدارة، وهو ما يعتمد عليه روسيا بشكل كبير في التمركزات للقوات العسكرية الخاصة بها. عدد الجنود اللي بعتتها او ما تم ذكره حتى ذكر في التقرير، عدد الجنود اللي تم ارسالهم لبيلاروسيا هو عدد نسبيا يعد عدد كبير، ام في هذه النوعيه من التدريبات هو عدد مناسب لهذا النوع من التدريب؟ في الحقيقة هو عدد مناسب، 60,000 جندي. نعم هو عدد مناسب جدا في إطار تدريب سنوي بيتم بشكل روتيني، ولكن هي التصريحات هي ما تضخم من تلك الإجراءات، خاصة بعد إعلان الرئيس بوتين عن اتخاذ بيته كافة الوسائل لحماية مصالحهم، وحتى بالتهديد بالاستخدام النووي، لذلك يتم تضخيم الأمور بعض الشيء. طب وجود هذه، يعني هذا العام بتتم تدريبات الناتو في بلجيكا، شكل التسلح البلجيكي ايه كقوة عسكرية بلجيكا؟ ماذا تمثل بلجيكا في الناتو؟ هو في الحقيقة ان هي هتاخد 3 أماكن زي ما ذكرنا، بلجيكا وانجلترا وبحر الشمال، وان هي هتنطلق مبدئيا من الولايات المتحدة. وفي الحقيقة ده في اطار التعاون والتنسيق الكامل ما بين كافة ال 14 دولة المشتركين في ذلك التدريب، وفقا للطائرات والاسلحة
الطائرات والأسلحة اللي بتشارك في التدعيم. طيب احنا يعني يعني شكل تركيبة الناتو واستعداده حاليا خاصة مع التوسع ودخول عدد أكبر من الدول التي انضمت مؤخرا إلى الناتو بحكم ما يحدث في ما بين في أوكرانيا والحرب الأوكرانية الروسية، شكل انضمام هذه الدول ايه، ورؤية حضرتك ايه لما يحدث والتوسع من جانب حلف شمال الأطلنطي؟ هو في الحقيقة الدخول خاصة فنلندا مؤخرا للحلف هو في الحقيقة تحدي صارخ لبوتين ولروسيا، لان سبب الدخول العسكري الروسي هو تأمين المجال الحيوي وتأمين المصالح الأمنية اللي وصفها بوتين انها مشروع. وحاليا دلوقتي الدول الاخرى بانضمامها هو يعتبر الناتو بيرسل رسائل واضحة ان هناك نوع من انواع التطويق للمجال الحيوي الروسي، وان اي خطوة تسعى للتوسع سيتم الوقوف امامها. نعم. طيب الاستعدادات الروسية، احنا شفنا برضو ايضا بعد الاستفتاء الذي حدث في 4 مقاطعات انضم يعني هناك رؤوس نووية كانت تابعة لأوكرانيا انضمت تحت السيطرة الروسية. شكل ده ايه؟ هل هو اضافة للقوة العسكرية النووية الروسية واثرت في ميزان القوة؟ بالطبع هي إضافة بشكل كبير، خاصة وإن حاليا بيحصل تصعيد مستمر من كلا الأطراف. ولكن بالتعقيب على جزئية الاستفتاءات، فهي إلى حد كبير هي صورية أو رمزية، خاصة وإن في أماكن كثيرة ما زالت المقاومة مستمرة من الجانب الأوكراني، وحتى المواطنين تلك المقاطعات مش جماعهم بيكونوا موافقين على التواجد الروسي. ولكن هي خطوة أكيد مهمة، خاصة مع التسليح المتطور اللي بيقدمه الغرب لأوكرانيا واللي ساعدوا للتقدم في عدد من المناطق. يعني هتوقف مع حضرتك عند جزئية التسليح، ومعانا على الهاتف أستاذ محمد محسن أبو نور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات. برحب بحضرتك، وأحب أقول حضرتك معانا في الاستوديو أستاذة نوال نبيل الباحثة في الشؤون الأوروبية أيضا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني حضرتك تابعت معنا في الحوار استعدادات الناتو والتدريبات العسكرية اللي هي سنوية وبتقام بشكل روتيني، لكن هي بتاخد منحنى مختلف هذا العام. كيف ترى قراءة حضرتك للموقف والسيناريو القائم حاليا؟ هو بالتأكيد طبعا هذا العام الأمور مختلفة عن كل الأعوام السابقة لاعتبارات متعددة. بعتبر هو أن هناك تهديدا روسيا علنيا ورسميا بالسلاح النووي للمرة الأولى في التاريخ. الأمر الثاني وهو أن القراءة الأوروبية لتصريحات المسؤولين الروس تعني أن هناك رغبة ما في التصعيد إلى أبعد مدى من الجانب الروسي. لا سيما مثلا نحن نقرأ تصريح وزير الخارجية الروسي لافروف الذي قال صراحة أننا جاء حرب عالمية ثالثة ما لم يتوقف الغرب عن دعم أوكرانيا. طبعا كلنا تابعنا الدعم الألماني الرسمي لأوكرانيا، الدعم الفرنسي والبريطاني الاستخباراتي على أعلى مستوى لأوكرانيا. هذا الأمر يجعل أن تقدير الموقف الأوروبي الآن يشي بأن الأمور قد تخرج عن زمام التحكم والسيطرة، بمعنى أن هناك اتفاق ضمني ما كان بين الروس والأوروبيين في السنوات الأخيرة بالتصعيد في كل الملفات فيما عدا الملف النووي. لكن أن تقول روسيا رسميا على لسان رئيس الدولة أنها إذا احتمال استخدام السلاح النووي، نعم، وان الامر الان اذا حرب عالميه ثالثه، فيعني ذلك ان الاوروبيين يريدون ان يكونوا من المجتمع الدولي، ورئى الروس على سبيل التحديد انهم مستعدين لكل السيناريوهات. مستعدين من اي شكل؟ يعني احنا شفنا برضو تحرك من بعض الجمعيات الاهليه اللي بترفض
إقامة هذه التدريبات على أراضيها في بلجيكا؟ يعني الاستعداد، شكل الاستعداد إيه؟ ما هو حرب نووية يعني تدمير شامل. هو المشكلة في الحرب النووية ليست في الضربة الأولى، المشكلة في الضربة الثانية. نعم. يعني الذي سيبدأ ليس هو الذي يعني سيربح بالتأكيد. الذي سيبدأ قد يتعرض لضربة يعني انتقامية من الجانب الآخر. إذا الأوروبيون يريدون أن يقول للمجتمعات الأوروبية إننا لم نبدأ، لكن إن بدأ الروس فإننا سوف نرد بعنف في مثل هذا الأمر، وبالتالي هذا قد يعود الإنسان إلى العصر الحجري نوعا ما إن استخدم الجميع القدرات النووية. الأمر الثاني هو أن هذه يعني التدريبات تعني أنه عند نقطة ما الديمقراطية تختفي تماما، ورأي المجتمع ورأي الجمعيات ذات الصلة لن يكون لها تأثير على القرار السياسي على مستوى الدولة. يعني احنا دلوقتي بنعول على الضغوط الشعبية، ده رأي حضرتك يا دكتور؟ لا نعول على الضغوط الشعبية، لأن الضغوط الشعبية هذه في لحظة ما لن يكون لها قيمة أمام القرار السياسي. نعم. والأوروبيون علمونا أن الديمقراطية هي يعني أمور نوعا ما أمام الصندوق وعلى الورق، لكن في لحظات ما تختفي هذه الديمقراطية وتتحول الأمور من ديمقراطية الرأي إلى ديكتاتورية القرار. طب يعني يا دكتور برضو يعني ما حدث منذ بداية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، القرارات التي يعني الذي تأثر أكثر متأثرين هي أوروبا. احنا شايفين نقص الطاقة، الضغوط يعني العقوبات حتى التي تمت على روسيا الذي يعني تحمل تبعاتها كان الأوروبيين، أزمات اقتصادية موجعة وأزمة طاقة موجعة في كافة أنحاء أوروبا. مضبوط، لكن لو انفلت الأمر إلى مواجهة عسكرية، نعم، المضار الأكبر أيضا سوف يكون أمنيا واستراتيجيا هم الأوروبيين. نعم. ودعيني أذكرك بما حدث في الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية كانت جبهات الصراع في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، لكن من الجانب الذي تحمل العبء الأكبر فيما يتعلق بالخسائر من الأرواح والخسائر في المخدرات والأموال كان الأوروبيين، 50 مليون قتيل عادوا أوروبا إلى القرن 17 تقريبا، وبالتالي نعم هناك ضرر اقتصادي واجتماعي ضخم على أوروبا، لكن أوروبا أيضا تتحسب للضرر الأعظم والأضخم، وهو تحول الأمور أو انفلات الأمور من حرب على الأراضي الأوكرانية إلى حرب على أراضي أخرى، تبدأ بقى في بولندا وتنسحب إلى بيلاروسيا ثم مواقع أخرى في قلب أوروبا. يعني أنا كنت لسه قبل ما ناخد مكالمة حضرتك يا دكتور كنت أتحدث مع أستاذة نوال عن الدول التي انضمت مجددا لحلف شمال الأطلنطي. يعني كيف ترى هذا التحرك أيضا؟ يعني احنا شايفين الوضع يعني بيتفاقم وبيمتد من يعني الدول التي تتحالف، يعني الموضوع بدأ يعني يتسع. مظبوط، طبعا انا استمعت الى اجابه استاذه نوال على هذا السؤال واتفق معها، وهي تحليلها سليم في هذا الامر. نعم. واضح ان هناك خوف ما بدا يسري الى الدول التي كانت على الحياد نوعا ما، او التي الدول التي لم تكن تنفق على التسليح بشكل كامل، والتي كانت تتمنى عن الانضمام للاتحاد او للنيتو لاسباب استراتيجيه. بدأت هذه الدول تفكر جديا في الانضمام ثم انضمت، ثم بدأت تنفق او تقرر ميزانيات عالية من التسليح لمواجهة اي خطر مستقبلي. وهناك نقطة جوهرية في فهم هذا الامر اذا سمحت لي لتسع الوقت، وهو ان الاوروبيين يخشون من ردود الفعل الروسية، لان التاريخ يعلم او علم الاوروبيين ان الروس له مواقف غير مضمونة في الاوقات الحاسمة. بمعنى ان الصراع مثلا الروسي الذي كان صراعا سياسيا وثقافيا في لحظه ما قد ينفجر الى صراع عسكري موسع، والروس طبعا حتى هم الاوروبيون يتهمون الروس بانهم دوله لا تفهم الا في السلاح وفي النفط او الغاز. الان روسيا تستخدم هذان السلاحان، هما سلاح النفط والتكنولوجيا العسكريه، لإقناع الجميع بأنه لا يمكن أن يعني يغور الطرف الآخر على حقوقها التاريخية. وبدأت روسيا تعيد مرة أخرى الحديث عن حلم الإمبراطورية
الروسيه التي كانت متراميه الاطراف في القرن ال 18 على سبيل التحديد. لذلك الاوروبيين بداوا نوعا ما يفكروا في التوحد نوعا ما مره اخرى، التحالف، الانضمام الى التحالفات العسكريه لمواجهه هذه الاخطار التي كانت موجوده تخيليا قبل الازمه الاوكرانيه، ثم تحولت الى يعني تخوفات على ارض الواقع بعد الغزو الروسي في اوكرانيا. يعني حضرتك لفت إلى نقطتين هامتين، أولهم الحلم، حلم الإمبراطورية الروسية والتوسع من جديد، والجانب الآخر الدول الإسكندنافية اللي كانت يعني في بعضها لا يملك جيوش أصلا، يعني لا تصرف على التسلح. بشكر حضرتك جدا. كان معنا دكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات، كنت معنا هاتفيا. شكرا جزيلا لحضرتك. يعني استكمل الحوار مع ضيفتي الكريمة في الاستوديو أستاذة نوال نبيل الباحثة في الشؤون الأوروبية، وعايزة برضو يعني ألقي بعض الضوء على الدول الإسكندنافية اللي كانت يعني ما بتصرفش كتير على التسلح وبعضها لا يملك اصلا جيوش. يعني هذا التحول في الموقف، وهل يعني هل ما حدث في الحرب الروسيه الاوكرانيه بتزج باطراف لا يعني لم تكن مهتمه بهذا الشان؟ الحقيقه ان التدخل الروسي في اوكرانيا يمكن كان جرس انذار لدول كثيره ان التوسع الروسي هياخذ في الزيادة في أكثر فأكثر. ويمكن الأزمة حاليا مع أوكرانيا أن هي ليست عضوة في حلف الناتو، وبالتالي الناتو دي الأزمة منذ البداية. نعم، ولكن هي ليست عضوة، بالتالي الحلف لا يستطيع تفعيل المادة الخامسة من الميثاق، وبالتالي أفق الصراع هو في حيز معين. لذلك انضمام تلك الدول كانت خطوة استباقية ووقائية لتكون تحت كنف ذلك الحلف لضمان عدم تهور أو قيام روسيا بأي قدر من التوسع أو السيطرة على أماكن أخرى، خاصة أن روسيا لما بدأت في أوكرانيا كان لها هدف محدد في الشرق، ولكن نرى من خلال استمرار الحرب على مدار الأشهر السابقة أنه تم التوسع من الشرق، وحاليا بدأ الاتجاه نحو الجنوب والشمال ومحاولة السيطرة على العاصمة، ولنا في ذلك عبرة من القصف الأخير للعاصمة الأسبوع الماضي بعد اتهام روسيا الاستخبارات الأوكرانية عن تحملها المسؤولية لتدمير جسر شبه جزيرة القرم. حضرتك ذكرتي يعني كنا احنا بنتكلم قبل الهواء، حضرتك ذكرتي ان اللي بيحصل ده كله يعني ممكن انه لا يخرج عن كونه تهديدات وحرب كلامية. يعني ايه اللي بيخلي حضرتك تقولي كده، وازاي وهل ممكن ان الموضوع يتطور؟ ايه السيناريو اللي ممكن يدفع بيه انه يخرج عن كونه حرب كلاميه الى تنفيذ على ارض الواقع، وان احنا نشوف يعني حرب نوويه؟ في تقديري الشخصي ان الحرب النوويه ولا طرف من الاطراف الحاليه قادره ان هي تتحمل تكلفتها. وعشان نقدر ان احنا نحدد ايه السيناريوهات اللي ممكن تكون تحصل في المستقبل، فلازم ننظر اولا على العقيده النوويه الروسيه. بعيدا عن التصريحات او البروباجندا اللي بيحاول الغرب انه يروجها لتغيير الراي العام في اتجاه معين، ولكن العقيده النوويه الروسيه تقضي بتوافر ثلاث شروط على الاقل حتى يتم استخدام النووي. اللي هي ايه حضرتك؟ الثلاث شروط، اول حاجه ان يكون هناك تهديد وجودي للدوله من خلال اسلحه تقليديه او بيولوجيه او اسلحه نوويه على الاراضي الروسيه او حلفائها، وهو ما لم يتم حتى الان. تاني شرط او تاني حالة وهي تأثير العدو المباشر على المنشآت العسكرية التي يؤدي تعطيلها بشكل كبير لتفعيل الأسلحة النووية. ويمكن كمان تلقي روسيا معلومات موثوقة بأن الغرب سيقوم بتوجيه ضربات للأراضي الروسية، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وفي الحقيقة بالنظر للخطى اللي بياخدها الحلف، إذا كان الحلف ينوي استخدام القوة النووية لكان قبل انضمام طلب انضمام أوكرانيا منذ اليوم الأول أو حتى بعد التصعيدات الأخيرة، ولكن من خلال تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مثلا على سبيل المثال أن الحلف باب مفتوح لجميع الدول، ولكن انضمام أوكرانيا سيأتي في وقت مختلف.
مما يعني ان نية الحلف لا تريد اي نوع من انواع الصدام المباشر او الصدام النووي، خاصة زي ما حضرتك ذكرتي ان يمكن الاثر والضرر الاكبر للدول الاوروبية اللي وقعت العقوبات على روسيا. جايز الاقتصاد الروسي لم يتأثر بالقدر المأمول اللي كانوا بيتوقعوه من خلال العقوبات، بالقدر اللي تأثرت وتضررت به الدول الاوروبية وخاصة دول زي المانيا وفرنسا. نعم. أنا برضو يعني من الحاجات اللي كانت لافتة، التحالف البلجيكي ضد الأسلحة النووية هي منظمة أهلية طلبت بإلغاء هذه التدريبات اللي ذكرت في تقريرها إن هي يعني ده يعني هذا يعني ليس بالوقت المناسب لإجراء هذه التدريبات اللي ممكن تكون استفزازية لروسيا، وذكروا في التقرير ان اول في حال اندلاع حرب نووية المتضرر الاول هو هيكون الشعب البلجيكي بما انها منظمة اهلية بلجيكية. ده بيؤكد على ما ذكرتي. برضو قراءتك على ارض الواقع يعني الشعوب او المواطنين يعني بعيدا عن الساسة، في الحقيقة أن الشعوب جميعها على سواء الشعوب الأوروبية أو حتى في الشرق الأوسط، الأزمة ضررت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والأحوال المعيشية، خاصة في حالة التضخم اللي بيعاني منها الاقتصاد العالمي حاليا. وبالتالي تكلفة أي حرب نووية أو مجرد الحديث عن حرب نووية سيكون الخاسر الأكبر والمتضرر الأكبر هم تلك الشعوب، خاصة وأن الوضع الحالي لا يمكن حتى من اللاجئين الأوكرانيين يواجهون مصير صعب جدا، خاصة أن الدول الأوروبية اللي بيلجأوا إليها غير قادرين على توفير معيشة قابلة لاستقبالهم إلى حد كبير. وبالتالي الشعوب كلها بتحاول قدر الإمكان استبعاد أي وقف الحرب في روسيا ووقف أي نوع من أنواع التصعيد. طيب يعني ميتو دايما بيأكد انه ليس طرفا في الصراع الروسي الاوكراني، لكنه في الوقت ذاته اعلن ان عن تزويد اوكرانيا بانظمة دفاع جوي اولية قصوى للحلفاء. ازاي حضرتك شايفة هذا التناقض بين التصريحات وما يتم على ارض الواقع؟ في الحقيقة هو مش تناقض، هو زي ما احنا ما ذكرنا ان حلف النيتو بيحاول ان هو يتوسع او يأمن نفسه استراتيجيا، وده من خلال الدعم العسكري والعسكري والسياسي المقدم للجانب الاوكراني. ولكن مع ملاحظة جميع ما يحدث على الساحة في الوقت الحالي، هو لا يرغب في الصدام المباشر كما ذكرنا من قبل، هو لا يرغب في الصدام المباشر او تصعيد الحروب لحرب نووية، ولكن كل ما يأمل فيه هو أن يكون صاحب اليد العليا في الموقف، خاصة وأن بوتين يروج لنفسه على أنه المنتصر من جانب، بينما الإعلام الغربي يصور أن أوكرانيا والغرب منتصرين وبوتين على وشك التراجع وما إلى ذلك. طيب يعني احنا دايما يعني منذ البداية احنا نتحدث عن الحلول العسكرية، الحلول النووية. ايه الجهود الدولية لجمع اطراف النزاع للتوصل يعني لحل لهذه الازمة حتى لنصل لان تكون مواجهة نووية؟ في الحقيقة منذ بداية الازمة والجمعية العامة للامم المتحدة والامم المتحدة بشكل عام كان ليها مساعي كبيرة جدا محاولة لوقف الصراع ووقف التصعيد الموجود في اوكرانيا، ولكن كل المفاوضات والتي بدأت في بيلاروسيا في فبراير الماضي وصلت الى طريق مسدود، وذلك يرجع لتمسك كل طرف من الاطراف المعنية بشروط لا يمكن التفاوض فيها. على سبيل المثال رأينا روسيا تتمسك بضرورة الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم وعدم التفاوض على المناطق التي سيطرت عليها، وضرورة تطهير الدولة الأوكرانية من النزعة العسكرية والنزاع، وضرورة الأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا في المنطقة من خلال الجانب الأمني. في المقابل رأينا الجانب الأوكراني يشدد على ضرورة قبل بدء أي تفاوض يؤكد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والانسحاب من المناطق التي احتلتها والحصول على عضوية حلف الناتو، وهو بالتالي لا يخلق أي نوع من مساحة للحوار، خاصة حتى مع المساعي أو الوساطة الفرنسية التي باءت بالفشل مع إلقاء كل طرف مسؤولية تعثر المفاوضات.
فالحقيقة إن حتى الآن وصلت المفاوضات لطريق مسدود، ومن خلال السيناريوهات المطروحة إن أمد الحرب سيمتد لفترات طويلة. طيب احنا معانا على الهاتف دكتور سيد مكاني، استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا استاذه شيرين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني كنت بتحدث مع ضيفتي في الاستوديو استاذه روان نبيل الباحثه في الشؤون الاوروبيه عن خيار الحوار. يعني احنا نتحدث عن الخيار يعني ان احنا بصدد حرب نوويه او التسلح، سباق في التسلح. برأي حضرتك يعني الجلوس الى مائده الحوار ما الذي يعيقه؟ الحقيقه ان اخر التطورات، يعني بنتكلم في الساعات الاخيره، نعم، هناك ارهاصات تتحدث عن ان الصراع في اوكرانيا سينتهي على مائده المفاوضات. نعم. والأمريكان بيتكلموا عن إن الهدف من وراء دعمهم لأوكرانيا بالسلاح والمال هو تقوية الموقف التفاوضي لأوكرانيا، لكن نعلم منذ بداية الصراع إن كان حصل تقدم في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا. نعم. والجانب الأوكراني كان قد تقدم بمقترح لحل الأزمة. والجانب الروسي كان يدرس هذا المقترح، لكن فجأة سحب الجانب الأوكراني المقترح الذي تقدم به وأحدث عليه تعديلات، ثم توقفت المفاوضات طبقا لوجهة النظر الروسية أنه قد صدرت تعليمات لأوكرانيا من قبل واشنطن بعدم الاستمرار في التفاوض. نعم. وشفنا نظرة عالية من المسؤولين الأوروبيين والمسؤولين في الناتو والمسؤولين في الولايات المتحدة أنه لا مجال للتفاوض، لكن الساعات الأخيرة هناك حديث عن أن الأزمة ستنتهي على مائدة المفاوضات، وهناك أصوات صادرة من أوروبا بضرورة الحل، البحث عن السلام وضرورة الحل السلمي، وخصوصا من إيطاليا بعد التطورات السياسية في الانتخابات الإيطالية الأخيرة وصعود اليمين المتشدد. برلسكوني برضو كان له تصريحات أمس برضو بيتكلم إن يجب الحوار ويجب الحديث مع روسيا. إذا نظرنا للأزمة بشكل عام نجد إن أول ضحية لهذه الأزمة هو الأمن الأوروبي، تحطم هيكل الأمن الأوروبي وأوروبا تعاني الآن. نعم. وكل ده لحساب الولايات المتحدة الأمريكية التي رفضت الدخول في مفاوضات جادة وبناءة مع روسيا حول ما طلبته روسيا من ضمانات أمنية سواء من الولايات المتحدة أو من الناتو. وروسيا لديها يعني شكوى مقنعة بأن تمدد الناتو شرقا يهدد أمنها، وإذا نظرنا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة القديمة نجد أن تمدد الناتو شرقا لم يكن له منطق وليس له مبرر. نعلم أن الناتو أنشئ كحلف ضد حلف وارسو. نعم. تفكك حلف وارسو، تفكك الاتحاد السوفيتي. نعم. ما معنى استمرار حلف الناتو؟ نعم. معناه استهداف لروسيا. وفي الأسابيع الأخيرة وفي الأسابيع الأخيرة شهدنا أيضا أن حلف الناتو بدأ يقحم نفسه فيما يتعلق بأمن المحيط الهندي والمحيط الهادي، بمعنى أنه تحول أيضا لتهديد للصين. إذا حلف الناتو هو أداة أمريكية لتحقيق المصالح الأمريكية بغض النظر عن مصالح حلفاء الولايات المتحدة وعلى رأسها الأوروبيين. الأوروبيين الآن يخسرون أمنهم، يخسرون اقتصادهم، يخسرون وظائفهم، سيواجهوا أزمة شديدة جدا للطاقة في الشتاء القادم. وشفنا المظاهرات في كل شوارع أوروبا وشكاوى في كل مكان. شفنا ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية التي فازت يعني منذ أسابيع قليلة برئاسة الوزراء تتراجع الآن عما أعلنته من أن هي ستخفض الضرائب، وكان شعارها في الحملة الانتخابية الخاصة بها على مستوى الحزب بتاعها، بدأت تتراجع عن هذه التخفيضات وتعود للخلف. ويعني كما يظهر منها حزب العمال في بريطانيا هم يبحثون عنها وهي تختبئ تحت المنضدة. يعني الوضع السياسي صعب في أوروبا. نعم. على صعيد الأزمة الأوكرانية نحن نشهد فعليا حرب بالوكالة
بين الولايات المتحدة وحلف الناتو ضد روسيا على أرض أوكرانيا. وكما قال الروس في أكثر من مناسبة أن الولايات المتحدة على استعداد أن تحارب حتى آخر أوكراني. أنا عايزة قبل يعني أخذ من حضرتك قبل ما ننهي هذا الحوار. حضرتك ذكرت ما يحدث في آسيا وتعقيب حضرتك ما هو يعني على الجانب الآخر روسيا وتحالفها مع الزعيم كوريا الشمالية والصواريخ البالستية التي عبرت من فوق اليابان وفوق الدول حلفاء الولايات المتحدة، ما هو ده برضو حركة استفزازية، كيف ترى هذا التحرك النووي ايضا؟ يعني احنا لو رجعنا للتاريخ شويه، طبعا الازمه الكوبيه كانت اول ازمه نوويه، حرب اكتوبر 73 كانت ثاني ازمه نوويه، ونحن نعيش الان الازمه النوويه الثالثه، صراع بين القوى العظمى على شكل النظام العالمي الجديد. الولايات المتحده ما زالت متمسكه بان هي القوى الاولى المهيمنه على العالم. روسيا ترفض هذا المنطق، الصين ترفض هذا المنطق، الهند ترفض هذا المنطق، وهناك دعوة من هذه القوى إلى نظام دولي متعدد الأقطاب على قاعدة احترام القانون الدولي. الولايات المتحدة يعني عندما رأت أن أمورها تسوء في قيادتها للعالم فأرادت أن تجعل الأمور أسوأ، وهذه يعني كانت سياسة معلنة للديمقراطيين منذ وصول بايدن للسلطة من أول يوم، هجوم سياسي وهجوم دبلوماسي على الصين وعلى روسيا، وتحول إلى أزمة عسكرية في أوكرانيا. وإحنا قلنا في أكثر من مناسبة إن النظام العالمي متعدد الأقطاب سيسود سواء قبلت الولايات المتحدة أو لم تقبل الولايات المتحدة، لكن عدم قبول الولايات المتحدة دفع العالم إلى دفع ثمن باهظ ممثل في الأزمة العسكرية والحرب الدائرة في أوكرانيا اللي لها طبعا تبعات وعواقب اجتماعية واقتصادية يعاني منها العالم أجمع. لكن الولايات المتحدة كثير ضد التاريخ، هناك تحولات تاريخية، انتهى عصر القطب الواحد، بدأ عصر جديد هو تعدد الأقطاب، ترفض الولايات المتحدة ورفضها هذا أدى إلى أزمات. وهناك بعض التحليلات السياسية تقول أن الولايات المتحدة تسرع يعني بتراجعها من كونها بتحتل مركز قوة هامة جدا في القوى العظمى، قد تكون في المركز الثاني أو المركز الثالث. الواضح أن الروس والرئيس فلاديمير بوتين مصر على تحقيق أهداف روسيا داخل أوكرانيا أيا كان الثمن وأيا كانت العواقب. والعقيدة النووية الروسية واضحة أن السلاح النووي الروسي سيستخدم في الدفاع عن أمن ووجود الدولة الروسية. في العقيدة النووية الأمريكية يتم استعمال السلاح النووي ربا على سلاح نووي من العدو أو خصم، لكن في الاستراتيجية الروسية إذا الدولة الروسية تعرضت لخطر يجوز لها استعمال السلاح النووي. إذا روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا سواء بوسائل الصراع التقليدي أو الحرب التقليدية، وإذا اضطرت روسيا لاستعمال سلاح نووي تكتيكي غالبا ستستعمل هذا السلاح لكي تحقق أهدافها، لكن الروس لن يستسلموا ولن يخرجوا من هذه المعركة منهزمين. سؤال أخير يا دكتور، حضرتك ذكرت انسحاب أوكرانيا من الحوار بدافع من بوعظ من الولايات المتحدة، على الجانب الآخر ظهر مسؤول أمريكي على CNN وطالب بالحوار مع زعيم شمال كوريا، هل ده وفي المقابل تم الرفض ويقال انه بإعاز من الجانب الروسي، هل دي ما تعرضه الولايات المتحدة على كوريا الشمالية هي تعرض الخبز مقابل التخلي عن السلاح النووي. الآن ما قالته كوريا الشمالية أخيرا أن السلاح النووي ليس للمساومة، لا مساومة على السلاح النووي. يمكن شراء السلام بالتفاوض والاتفاق مع كوريا الشمالية وحل مشاكلها الاقتصادية. شراء السلام وليس شراء السلاح النووي، لن تتخلى كوريا الشمالية عن السلاح النووي. أعتقد كوريا الشمالية استوعبت الدرس ما حدث للعراق، تم اتهام العراق بأن لديها أسلحة دمار شامل، تم غزو العراق وتدميره بهذه الحجة، ثبت في النهاية أن العراق ليس لديها أسلحة دمار شامل ولا أسلحة نووية
والراجح انه لو كان للعراق يعني بشكر حضرتك دكتور سيد مكاوي استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معي هاتفيا، شكرا جزيلا لحضرتك. عودة للاستوديو مرة أخرى وضيفتي أستاذة نوال نبيل الباحثة في الشؤون الأوروبية، وكيف تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية وسباق التسلح النووي على الاقتصاد العالمي؟ في حقيقة الأمر أن منذ بداية الأزمة والاقتصاد العالمي تضرر بشكل كبير، خاصة في ظل كون روسيا وأوكرانيا يمثلان 30% من مصدرين القمح في العالم، وبالتالي خلق نوع من أزمة الغذاء العالمي، كذلك أزمة الغاز التي أطاحت بأوروبا بأكملها. فعلى سبيل المثال بنتكلم هنا عن أن في تباطؤ في معدلات النمو، وبالتالي عندي نوع من أنواع التضخم وهيؤدي لزيادة الأسعار، بدوره أدى لتآكل في الدخول والضعف على الطلب. ولما نيجي نتكلم عن انعدام الامن الغذائي، يمكن تم ذكره في تقرير صندوق النقد الدولي ان يمكن الدول الافريقيه هتكون هي الاكثر تضررا، خاصه باعتماد اكثر من 35 دوله على استيراد الحبوب الغذائيه من روسيا واوكرانيا، بينما 22 دوله تستورد الاسمده الاساسيه من تلك الدولتين. إلى جانب أن قطاع الأعمال والمستثمرين متأثرين بشكل كبير جدا، لأنهم دخلوا في حالة من عدم اليقين، مما أدى بدوره بإضعاف أسعار الأصول والتجديد على الأصول أو الأوضاع المالية. وده اللي بينقلنا الحقيقة أن الولايات المتحدة متأثرتش بشكل مباشر على عكس بقية الدول، لأن علاقتها مع الدولتين محدودة إلى حد كبير. ولكن الأكثر تضررا أوروبا وأفريقيا، ويمكن الضرر كمان على الشرق المتوسط. فلما ممكن نتكلم على أزمة الغاز اللي أطاحت بأوروبا بأكملها، هناك زيادة في أسعار الكهرباء بشكل كبير، خاصة بعد خفض الإنتاج الروسي من الغاز الطبيعي، والذي تم تحليل الموقف من قبل الأوروبيين أن روسيا تستخدم الغاز الطبيعي كسلاح سياسي واقتصادي ضدهم، في حين أن روسيا أعلنت أن ذلك في إطار أو من تضررها من العقوبات الاقتصادية. لكن يمكن أنا الجدير بالذكر أن واردات الغاز الروسي لأوروبا بتمثل حوالي 68% من صادرات شركة غاز برام الروسية، ومقابل ده بدأت الأطراف الأوروبية تحاول أن هي توجد بدائل مختلفة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي إلى حد كبير، وخاصة بعد خطوة روسيا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن دول زي بولندا وهولندا والدنمارك، وده اللي كان ليه اثر كبير ان يصبح هناك ضروره ملحه على ايجاد بدائل مختلفه حتى وان كانت مكلفه على المدى القريب. عايزه اختم برؤيتك، يعني هل حضرتك شايفه بوادر لنهايه قريبه لهذه الحرب؟ في الحقيقه في ظل المؤشرات الحاليه والمعطيات، المؤشرات لا تبشر نهائيا بوجود نهاية قريبة لتلك الحرب، ولكن في اعتقادي وتقديري الشخصي ان روسيا ستعتمد نهج اطالة امد الحرب قدر الامكان، وتعتمد على الاستفزاز او الاستنزاف العسكري والاقتصادي لاوكرانيا، ومن ثم يحصل نوع من انواع التراخي في الدعم الغربي حتى تتمكن من تمتعها باليد العليا في المفاوضات لتحقيق اهدافها كما هي، دون التنازل عن اهداف اساسيه كانت تتطلع لتحقيقها. يعني بنختم بكلام ضيفتي استاذه نوال نبيل الباحثه في الشؤون الاوروبيه، ان من مصلحه روسيا حتى الان اطاله امد هذه الحرب. بشكركم، بشكر كل من تابعنا، بشكر فريق العمل، وبالطبع بشكر ضيفتي استاذه نوال نبيل الباحثه في الشؤون الاوروبيه. شكرا جزيلا لكم.